اهلا وسهلا فيكم. ما زلنا مع ضيوفنا وعم نحكي بقضيه اليوم واللي هي الاثار السلبيه للزواج المبكر على الفتاه، الاسره والمجتمع ككل. شفنا نحن بتقريرنا في البدايه انه لتقرير الاء ابو حمده لما الزواج المبكر او دون سن ال 18، عم نحكي بين 15 و 18، هي طفله ماسكه لعبه ولكن في عريس عم بستناها. فنحن هلا راح نشوف ماده واللي هي اراء الناس. عن اراء الناس اكيد يعني بنحب نعرف اراء الناس والشارع الاردني عن هذا الموضوع، الزواج او على راي الاستاذه انعام التزويج المبكر. ايضا رح نشوف تقرير الاء واراء الناس ونرجع. برأيك شو أسباب الزواج المبكر؟ يعني زي ما حكيت لك إنه فيه أسباب مالية ممكن تكون، وأسباب دينية وأسباب قبلية كذلك، ممكن إنه يعني العادات والعرف إنه مثلاً البنت ممكن تتزوج مبكرة. أسباب الزواج المبكر، في ناس كثير بتخاف يعني إنه إذا كبرت هالبنت ما تتجوز. صار في يعني الأب يخاف على بنته، الشاب يخاف على حاله نفسه، صار في يعني يزوجه على بكير على بدري. الزواج المبكر سببه الرئيسي الجهل، جهل الأهل. هو أكثر شيء طفر الأهل، بدهم يخلصوا من البنات بيتجوزوها. العادات التقليد اللي كانوا أصلاً الجدود كانوا عليها، وصارت الناس تخاف يعني على بناتها، والعنوسية نسبة العنوسية ارتفعت عنا بالأردن كثير. برأيك شو أسباب الزواج المبكر؟ هي المشكلة إنه عادات وتقاليد، يعني فلان مسمي بنته لفلان وما يعني عرفتي، هذه أسباب كلها يعني تخلف مش أكتر. وبعدين هلأ نسبة المهور، هلأ نسبة المهور المرتفعة، صاروا يجوزوا لبناتهم بكير لأسباب عنا إحنا كمان الاقتصادية. الزواج المبكر له عدة أسباب، منها مادية ومنها خلينا نقول إنه المصاريف البنت صارت كثير وهمومة كثيرة داخل البيت حسب الوضع الاقتصادي الموجود في البلد، لا لا لا، ومنها خليني أقولها وبصراحة هي طمع. يعني أحياناً بيجي إنسان عنده فلوس عمره 40 سنة 50 سنة 60 سنة، بتلاقي الأهل طمعوا في هذا الشخص فزوجوا هذه البنت الطفل الصغير اللي ما بتعرف أي شيء لكسب الماديات من وراها، أو بقول لك إنه هذا ممكن يعيش فترة من العمر وبعدين البنت بتورث هذا المال من الرجل هذا. برأيك اللجوء السوري له أثر على ارتفاع حالات الزواج المبكر؟ لا لا لا، لأنه اللجوء السوري السورية هم اللي بزوجوا بكير. أكيد له أثر، لأنه وضعهم سيء، يعني هم وضعهم النزحة سيء، يعني أي واحد عنده أولاد عنده بنات ومش لاقي يطعمهم، مش لاقي يرضيك، قلت الفلوس قلتها بده يخلص. اكيد لانه نسبه البنات اصلا ارتفعت هون، وصار الزواج مبكر، صار يعني الواحد السوري لما يجي من برا اهل سوريا، صار لما يجي هون على الاردن يعني بده يستر عشان يقدر يطلع من المنطقه اللي هو فيها، صار يزوج بنته وهي صغيره. انا بنظري زاد في المجتمع، صار عدد البنات يزداد على وسائل التواصل الاجتماعي، زادت البنات سوريات، صار البني آدم خاف على حاله. لا لا، أنا ما إلى دخل، في ناس كثير بحبوا يجوزوا بناتهم وبيجوزوا أولادهم بكير، ما إلها دخل هاي أبدا أبدا. برأيك هل اللجوء السوري له أثر على ارتفاع حالات الزواج المبكر؟ أنا بنظري لا. أكيد أكيد، يعني غلاء المهور الموجود حاليا في البلد عندنا هون، والمتطلبات والوضع الاقتصادي والرواتب القليلة أيضا الموجودة داخل البلد، البنات السوريات الآن طغوا على البنات الأردنيات، فأصبح الزواج من السورية غير مكلف من الزواج من الأردنية، وهذا يعود كلياته على الأهالي.
إذا يعني شفنا آراء الناس دكتورة نجوى، تابعنا مع بعض آراء الناس حول الموضوع، شو رأيك بداية وأيضا مشان نحن ما يداهمنا الوقت نحكي شوي عن البدائل والحلول؟ هلا شفنا انه الناس اختلفت بانه هل اللجوء السوري له تاثير ولا لا، ولكن الحقيقه ظاهره الزواج المبكر هي موجوده عندنا حتى من قبل اللجوء السوري. نعم. واذا يعني اسمحوا لي في شخص قال بانه نتيجه غلاء المهور اصبحنا، فيعني هذا برضه يسيء لنا، يعني انه احنا شو، هل الزواج شيء رخيص عندنا يعني ولا ايش، يعني عم نستسهل الامور، فاحنا ما مفروض نطلع على الموضوع من هذه الناحيه يعني. نعم. عجبني كثير ناس قالوا انه جهل الاهل، هذا بوصلنا لنقطه للبدائل، انه قد نعم القوانين تفيدنا والقوانين قد يعني تحد من هذه الظاهرة، ولكن دائما بنعرف انه اذا في قوانين في دائما هناك من يستطيع التلاعب على هذه القوانين، حتى في مقولة بتقول انه وضعت القوانين حتى نكسرها. فبذلك الافضل هو التركيز على توعية الاهل. نعم. هو الاهم، يعني هم يمكن خطين لازم يمشوا مع بعض، القانون يحمينا ويحد من هذه الظاهرة والتلاعب بهذه الظاهرة، والجانب الثاني هو تثقيف الاهل لأهمية إعداد البنت، إعدادها للحياة الزوجية، والعلم جزء من إعدادها، يعني هي كلما تعلمت كلما أتقنت كلما تثقفت كلما كانت أقدر. ست إنعام قالت بأنه في سن البلوغ هي جاهزة للحمل والولادة، ولكنها مش جاهزة للتربية، هي ليست جاهزة لتحمل مسؤولية زوج، احتياجاته، احتياجات الحياة الزوجية واحتياجات الأطفال اللي حييجوا. يعني لما نيجي نقولها، احنا دايما بننصح الأم انه والله في تربية أبنائك انت محتاجة لصبر، انا صعب اقول لبنت عمرها 15 سنة انت محتاجة لصبر في تربية أبنائك، لانه هي طفلة. نعم. يعني هي بدها من حدا يصبر عليها. فلازم ان احنا نشتغل على تثقيف الأهل انه الزواج مش حل، مش دائما حل، قد يكون في حالات استثنائية قليلة جدا. إعداد البنت، تحضيرها للحياة بصفة عامة، الزواج جزء من هذه الحياة ولكن هو ليس كل الحياة. نعم. فأنا لازم أني أحضرها لكل الحياة بكل حلوها ومرها، بحيث أنه أنا أب ممكن أكون اليوم موجود بكرة مش موجود كسند إلها، والزوج نفس الشيء، الأم نفس الشيء، الإخوان. إحنا اليوم منشوف أنه العائلة كانت 10 لكن نتيجة أنه كل واحد راح على بلد فلم تعد، يعني ممكن ما تلاقيش حدا يوقف جنبها إلا نفسها. نعم. ولازم تكون هي قد هذا الحمل، وما بتكون إلا إذا هي فعلا تمكنت بالعلم. نعم. تمام. رح أجي لك ست إنعام. نعم. حضرتك ذكرتي لما حكيتي أنه هو التزويج المبكر يعني دون سن 18 هو إفقار للمرأة. صحيح. وتحديد لإمكانياتها ومنعها من الاستقلال الاقتصادي من التعليم والعمل، وكمان ذكرتي أنه إحنا عم نبني أسر مبنية على أسس ضعيفة جدا، عم ننتج أحداث وأيضا ممكن ناس منحرفين للمجتمع. صحيح. لأنه هالأسر رح تتفكك وحل قصير المدى. شو لازم نعمل لحتى نقلل من هالمساوئ؟ يعني حلول، خلينا نحكي، حكينا بدائل كيف نثقف البنت ونمكنها، ولكن حلول أيضا على الصعيد القانوني والمجتمع. دائما سلمى، يعني القانون هو أحد أهم الأدوات، مش الأداة الوحيدة، القانون أحد أهم الأدوات اللي ممكن تضبط حركة المجتمع وسلوك الناس. كثير من المسلكيات إذا بنعرف أنه في عليها عقوبة وفي عليها ملاحقة وجزاءات الناس بتوقف عنها. صحيح في البعض بيخترقها أحيانا، لكن الأصل أنه إحنا بنلتزم بسيادة القانون وسلطة القانون. احنا لما رفعنا سن الزواج لسن 18 سنه بعتقد هاي كانت يعني نقله نوعيه وكانت خطوه مهمه من المشرع الاردني، لكن باب الاستثناء انا ما بحكي على اغلاق باب الاستثناء كمان، لانه انا بعتقد انه في غايه وكان في سبب اساسي لهذا الاستثناء. المشكله مضبط باب الاستثناء. ايوه. يظل الاستثناء هو الاستثناء مش هو القاعده وتنقلب المعادله، هذا بشكل اساسي. الجزء الثاني له علاقه بالتوعيه والتثقيف. انت لما بتوعي الناس وبتثقفها بترفع سويتها الفكريه، بتخليه يفكر قديش في اضرار، قديش في مساوئ كان تلحق بهاي البنت، انت بدك تسترها آنيا، مع ان انا صراحة مصطلح السترة بحس احيانا مش هذا مكانه، مش يعني هي احنا نسترها معناته قبل شو كانت، يعني هي مش هيك المسائل، لكن هي جزء من ثقافتنا انه احنا نسترها بالزواج. كمان لما بنفرجيه انه انت مش عم تسترها، انت بتودي فيها للفضيحة بكل اشكالها، لما بتفقرها، لما بتعمل عندها تبعية اقتصادية طول عمرها، لما بكون في عندها اطفال مش عارفة تربيهم، لما بتترمل او بتطلق بترجع تتزوج واحد اكثر سوء من اللي تركته، مفاصل عديدة كان لازم احنا نأكد عليها. اذا التوعية والتثقيف لكل القطاعات،
يمكن لازم نركز على مجتمع الشباب الطالبات والطلاب، لأنه هم بهذا السن أنت فيك تأثر على اتجاهاتهم، تحسسوا قديش تفرق حياتك إذا أنت ما بعد ما أخذت الشهادة تزوجت، ومقابل الشهادة شو كيف الحياة، الميزان مكون مكسور. وبالتالي إذا أنت أثرت على قناعة الأطفال، أو هم أطفال لأنه دون سن 18، اتفاقية حقوق الطفل بتقول أنهم أطفال وإحنا بنقول أنهم أطفال، إذا أثرت على قناعاتهم واتجاهاتهم، إذا حسستهم بأهمية التعليم كركيزة أساسية، لأنه حتى الأطفال كل حدا بده أمه وأبوه يكونوا أقوياء وممكنين وواعيين وناس مهمين بالمجتمع، مش هيك؟ مفيش حدا بده أم ضعيفة، حتى وهي بتكون أم، أم غريزيا مفروضة عليه، لكن إذا بتيجي بتخيره، كنا بدنا أمهات قويات وممكنات وواعيات، مش قويات شريرات، لأنه أحيانا لما تحكي امرأة قوية بودوها لجانب الجانب السلبي. توعية المجتمع، تغليظ تجديد القوانين والحرص على سيادة القانون، وهي جزاءات لازم تكون، وهنا لما بتحكي على جزاءات بتحكي حتى على الوافدين السوريين، لأنه جزء كبير من الزيجات هم الأطفال، وهذولا ممكن يكونوا متزوجات من أردنيين وممكن من غير أردنيين، بس هي موجودة على أرض الأردنية، موجودة على إقليمي، هي بتشكل عبء بشكل أو بآخر. إذا صارت إشي جيد منيح هذا بنعكس على مجتمعي، وإذا ظلت خلية معتلة مريضة كمان هذا بده ينعكس على مجتمعي. إذا كمان حتى هاي يعني مجتمع الوافدين احنا مفترض كمان تكون ضوابطنا كثير دقيقة وواضحة. انا بعتقد تشرك كل المنابر، يعني هلا مثلا بهاي الحلقة يمكن حدا يعتبر هذا الكلام هو من باب التكرار، انه بضلهم يحكوا على الزواج المبكر ومش الزواج المبكر قضايا تقليدية، لكنها قضايا موجودة، الارقام الموجودة من دائرة الإحصاءات العامة ومن دائرة قاضي القضاء ومن الدراسات والأبحاث بتقول المشكلة عم تنمو مش عم بتقل. إذا كمان بتشرك كل وسائل الإعلام، تشرك المنابر الدينية، لأنه للأسف أحيانا بعض المنابر الدينية قد تجد بعض التبريرات أنه هي سن البلوغ، وقد يستعينوا ببعض الشواهد التاريخية اللي مش هذا مكانها الاستشهاد فيها. إذا قضايا عديدة، وأنا بعتقد أنه الحكي بشكل مستمر حول هاي القضايا هو اللي مع الزمن بيخليها تتقلص وتصغر وبركز بأذهان الناس. نعم. الحديث الموسمي والمناسباتي والفزعات اللي مناسبة دولية مناسبة وطنية صارت قصة، أنا أعتقد مش هي آلية صحيحة للمعالجة أبداً. هي مجموعة عوامل إذا ما تضافرت أنا أعتقد بتأدي للنتيجة الصحيحة. نعم. واللي إحنا نعم. كلياتنا بدنا إياها. هو نعم. الغريب نعم. إنه نحن دائما بنسعى لتطوير كل شيء بحياتنا، الواحد يعني موبايله إذا إدم بعد سنة بقول لك لازم أغيره، طبعا سيارتي بدي أغيرها، كل شيء بدي أجدده، ما عدا تزويج الفتاة أقل من 18 بدي أتمسك فيه زي ستي وجدي. يعني كمان صح. حتى أنا أعجبني كيف ذكرتي ست إنعام إنه حتى وجود اللاجئين السوريين طالما هم على الأراضي الأردنية يبدو هناك في استدامة لوجود الأشقاء السوريين عنا بالأردن، معناته هو عم بيأثر على الخطط التنموية، على البنية الأردنية، على الشباب، على يمكن الأحداث المشاكل اللي ممكن إنها تصير. فأنا هيك يعني بحب أشكركم لمشاركتكم، وبرجع بلخص إنه كان حكينا دكتورة نجوى إنه هو حل قصير المدى مداره أكثر من منافعه. أنا عم بجيب طفلة تنجب طفل، ذكرنا كمان إنه هو ببني أسرة على أساس غير متين، فبالتالي هي أسرة مكسرة، وبحرم الفتاة من فرصتها بالتعليم والتمكين الاقتصادي، وبالتالي أنا عم بسرق وبخلق أسر مفككة، يمكن يموت الزوج يموت الأب، هذا كله عماله برجع سلبا على مجتمعاتنا. شكرا لوجودكم، حبيت ألخص لأنه فقرتنا كانت كتير طويلة، فحبيت ألخص ما تفضلتوا شكراً. فيه، وأكيد إذا بتقدروا تشوفوا هاي الفقرة على يوتيوب بنهاية نهارنا بتكون نازلة باسم ضيوفنا. شكرا لكم دكتورة نجوى العارف، شكرا ست إنعام العشا، وأهلا وسهلا فيكم. شكرا تسلم. شكرا شكراً لمتابعتكم، ما تنسوا تشتركوا بالقناة ليوصلكم منا كل شيء جديد.